اهلا بكم. احنا كجيمرز عرب الفي بي ان حاجه مهمه جدا بالنسبه لينا وحاجه اساسيه على اجهزتنا، بالاخص الجيمرز بيلعبوا اونلاين على البي سي. في بي ان اختصار لفيرتشوال برايفت نتورك او شبكه خاصه وهميه، وسبب التسميه بسيط جدا. جوه البيت عندك الكمبيوتر بتاعك متوصل براوتر وموبايلك متوصل بنفس الراوتر عن طريق الواي فاي، دي بيكون اسمها شبكه خاصه بيك انت، بنستخدم اي بيهات لوكال. الفي بي ان بيضيف على الشبكه دي جهاز كمان لكن في مكان تاني خالص من كوكب الارض، وبيخليك كانك تتصفح الانترنت من بلد تانية، فبيعمل شبكه خاصه بيك برضو لكنها وهميه وفيها راوتر بعيد عنك، وده بيكون عن طريق حاجه اسمها تانل او نفق في شبكه الانترنت، بيخليك تتصل بسيرفر في بي ان بشكل مباشر ومنه تتصفح الانترنت كانك في بلد تانية بالظبط، وبيستخدم في الغالب في الحمايه وتشفير الداتا. لكن بالنسبه لنا كجيمرز الموضوع مختلف خالص عن استخدام الفي بي ان العادي. في الشرق الاوسط كله الانترنت عليه ريستريكشنز معينه عن طريق مراقبه الداتا بتاعه المستخدمين ومنع بعض المواقع او بعض بروتوكولات الاتصال بالانترنت. البروتوكول هو عباره عن وسيله نقل البيانات على الانترنت من مكان لمكان تاني بطريقه تشفير معينه الطرفين ممكن يفهموها، زي مثلا HTTP اختصار لهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وهو طريقه نقل بيانات ما بين موقع معين لمتصفح انترنت عشان تشوف الموقع ده كان انت كمستخدم، او مثلا FTP اختصار لفايل ترانسفير بروتوكول، هو طريقه اتصال ما بين جهازين عشان يقلوا ملف ما بينهم عن طريق شبكه الانترنت، وهكذا بكل طريقه مختلفه. الالعاب بتستخدم بروتوكولات مختلفه، اهمهم بروتوكول TCP اختصارا لترانسميشن كنترول بروتوكول، وده بيخلي فيه زي محادثه ما بين اللعبه بتاعتك وسيرفر اللعبه بحيث تقدر تبعت اشارات على طول وتستقبل اشارات في نفس الوقت، كان بالظبط اللعبه وسيرفر اللعبه بيتكلموا مع بعض. طيب في حاجه كمان بقى مهمه جدا جدا في الالعاب وهي الشات بين اللاعبين. بروتوكول نقل الصوت مختلف عن بروتوكول اللعب العادي، وهو VOIP اختصار لفويس اوفر انترنت بروتوكول، وهو سيره الاتصال المسؤوله عن نقل الصوت على الانترنت، وده بروتوكول مستخدم في كل الالعاب الاونلاين تقريبا لان بيكون عباره عن اتصال مباشر ما بين الاطراف فيه لنقل الصوت باسرع وسيله ممكنه بحيث تكون مناسبه لمحادثات او للشات او التواصل بين اللاعبين جوه الجيم. البروتوكول ده بقى بعينه ممنوع في مصر والشرق الاوسط. في بروتوكولات اتصال تانية غيره لكنها اقل كفاءه وبتعتمد على وجود سيرفر يعمل كوسيط بين الاطراف المشاركه، زي مثلا سيرفرات ديسكورد، وده بروتوكول تاني اسمه DTLS اختصار لداتا ترانسبورت لير سكيورتي. من غير ما اخش في تفاصيل كتير، البروتوكول ده بيسمح بالشات عن طريق وجود سيرفر في النص يعمل تواصل بين الاطراف المشاركه، واستخدامه جوه الالعاب امر معقد جدا وهيعمل مشاكل اكتر ما هيحل، وهيخلي العاب كتير سيرفراتها مش مستقره، فشركات الالعاب بتعتمد على الفي او اي بي كحل اسهل واسرع وستيبل اكتر من اي بروتوكول تاني. كون الفويب ممنوع عن الجيمرز بيخلي لعب اونلاين مش حاجه حلوه، وكونه حاجه اساسيه في العاب كتير الجيمرز بداوا يلجأوا لحلول زي استخدام الفي بي ان عشان الداتا بتاعت الفويب ومع داتا اللعبه تعدي في التانل بعيد عن اي فلاتر مقدم خدمه الانترنت بيطبقها، عشان يقدر يلعب الالعاب اللي هو عايز يلعبها بتجربه كامله من غير مشاكل خالص. وفي خدمات في بي ان كتير كويسه بتزود البنج حاجه قليله جدا لدرجه انها مش بتكون مؤثره خالص على اللعب، بالعكس دي احيانا كمان في بعض الالعاب بتخلي اللعبه احسن عشان بتتجنب الفلاتر اللي مقدمين خدمات الانترنت حاطينها على الشبكه بتاعت المستخدمين. طيب ده بيضر في ايه وبيفيد بايه؟ بلا شك هو بيفيد الجيمرز، واحنا وصلنا لنقطه ان جيمرز كتير بيعتمدوا عليه في اللعب اونلاين، لكن هو ليه ضرر كبير برضه. الفي بي ان بيخلي الداتا بتاعتك على الانترنت مش صحيحه ومحدش يقدر يسجل اتصالك بالانترنت بشكل دقيق، ودي حاجه وحشه على فكره لان اتصالك بالانترنت هيظل مسجل برضه لكن كانك في دوله تانية. فشركات الالعاب هتلاقي ان كل الناس اللي بيلعبوا على سيرفرات اوروبا كلهم موجودين في اوروبا، ومفيش حد منهم مثلا من الشرق الاوسط بيلعب العابهم اونلاين، لان المرات دي هم شايفينها سودا خالص وما فيهاش اتصال بسبب استخدام اللاعبين اللي فيها للفي بي ان اثناء اللعب، وده هيخلي شركات الالعاب تتجاهل الشرق الاوسط تماما من ناحيه اللعب الاونلاين. وفي بعض الشركات القليله اللي حبت تدعم الشرق الاوسط بسيرفرات خاصه بيه لكن الموضوع فشل تماما، زي مثلا ستيم او حتى يوبي سوفت وكمان اي في لعبه باتل فيلد وعمل سيرفرات في الامارات، لكن بسبب وجود الريستريكشنز والفلاتر اللي مقدمين خدمات الانترنت بيطبقوها في الشرق الاوسط على مستخدمين بقت جوده الاتصال بسيرفرات الالعاب في الشرق الاوسط سيئه جدا، لدرجه ان استخدام في بي ان لسيرفرات اوروبا كان احسن بكتير من اللعب على سيرفرات الشرق الاوسط بشكل مباشر، بنج اقل وسيرفرات مستقره اكتر، وده في النهايه بيخلي شركات الالعاب تهتم اكتر بسيرفرات اوروبا وتستثمر هناك عشان تعمل مشاريعها هناك لانها اكتر سيرفرات ناجحه ومستخدمه حتى بالنسبه لينا هنا في الشرق الاوسط. ده غير ان سيرفرات الشرق الاوسط مش مستخدمه بالنسبه للاعبين الشرق الاوسط نفسهم، لا زال الشرق الاوسط باين كمنطقه سوداء في خريطه الاونلاين جيمنج. في حل من الاثنين للمشكله دي. اول حل هو ان كل الجيمرز يبطلوا يستخدموا في بي ان لفتره طويله ويلعبوا الالعاب اللي بيحبوها من غير ما يتكلموا مع حد جوه اللعبه، ويستحملوا اللاج اللي بيحصل والسبايكس اللي بتيجي وعدم ثبات الانترنت بسبب الفلاتر اللي بتطبق على اتصالهم بسيرفرات الالعاب. وطبعا ده حل غير منطقي خالص،
مش مرشح نهائي. بالعكس، الجيمرز المفروض يعملوا كل حاجة يقدروا عليها عشان يستمتعوا بألعابهم على قد ما يقدروا، لأن في النهاية هو ده هدف اللعب. الحالة التانية بقى في ايد مقدمي خدمات الانترنت، هو تحسين الراوتينج عن طريق الغاء الفلاتر والريستريكشنز اللي حاطينها ودعم سيرفرات الالعاب بحيث يكون في اتصال مباشر ليها على الاقل السيرفرات اللي في الشرق الاوسط، لان فعلا اللعب على سيرفرات الشرق الاوسط اسوأ بكتير من سيرفرات اوروبا، ومحدش يتلام على الموضوع ده غير مقدمي خدمات الانترنت اللي بيدمروا اي فرص استثمار من شركات الالعاب الاونلاين بسبب سوء الخدمه وعدم استقرارها للمستخدمين وتقديم بنية تحتية غير مناسبة شركات العاب انها تعمل سيرفراتها عليها. طيب الخطوة اللي جاية المفروض تكون ايه؟ الخطوة اللي جاية في ايد مزودين خدمات الانترنت، واحنا بدأنا نشوف دعم منهم للجيمرز مثلا زي باقة النت الخاصة ببلاي ستيشن اللي عملتها شركة وي في مصر، والجيمنج كمان بقى حاجة مينستريم وجزء اساسي من حياة ناس كتير وبقى سوق ضخم جدا ومجال استثمار لشركات كتير، من شركات تطوير لشركات نشر لشركات بي ار لشركات سوشيال ميديا وشركات ماركتنج وبالطبع شركات انترنت وغيرهم من الشركات. لو الجيمرز في الشرق الاوسط بطلوا يستخدموا في بي ان هيبان العدد الحقيقي للاعبين وعدد الساعات اللي بيقضوها على الالعاب الاونلاين، وده هيبان لو اتعملت باقة انترنت للالعاب مسموح فيها بكل البروتوكولز اللي الالعاب بتحتاجها او البروتوكولز الممنوعه تتشال، والناس تلقائيا هيبطلوا يستخدموا في بي ان. تاني حاجه هي توفير بنيه تحتيه كويسه تسمح لشركات الالعاب انها تعمل سيرفرات او حتى تاجر سيرفرات وتكون بجودة عالية ومستقرة عشان تناسب انها تكون سيرفرات لألعاب. تالت حاجة هي تحسين الراوتينج الداخلي عشان اتصال اللاعبين بسيرفرات يكون سريع ومستقر بالاخص سيرفرات الشرق الاوسط. رابع حاجة هي منع الفلاتر على الداتا اللي رايحة للسيرفرات دي، لان فلترة الداتا بتزود الديلي وبتسبب سبايكس في الاتصال واللي بيخلي الانترنت حتى لو سريع يكون غير مناسب للعب اونلاين وبيزود البنج، وهنرجع تاني نستخدم في بي ان عشان نتفادى المشاكل دي. انا مش عارف الصراحة ليه شركات الانترنت لحد دلوقتي ما خدوش خطوات في اتجاه الموضوع ده. الكلاود جيمنج خلاص بقى حاجة موجودة وعلى مشارف انها تكون شغالة كويس في دول كتير، واحنا لسه عندنا مشاكل في الراوتينج الداخلي. دي حاجة اتكلمنا عنها في فيديو اللعبة في السحاب، اللينك تحت في الديسكريبشن لو عايز تشوف الفيديو ده. المفروض ان دي فرص استثمار ليهم، المفروض يستغلوها، لان اصلا الشركات بتحاول تعمل سيرفرات لكن بتفشل بسبب الظروف الغير مناسبة، والموضوع انا شايف ان ليه فايدة لكل الاطراف. شركات الالعاب هتحافظ على اللاعبين اللي بيلعبوا العابهم في الشرق الاوسط وهيكون في مجال كبير للتوسيع ليهم. الجيمرز في الشرق الاوسط هيقدروا يلعبوا العابهم اللي بيحبوها مع اصحابهم بشكل افضل واسهل وما فيهوش مشاكل تبوظ التجربه. شركات الانترنت هتستفيد من تقديم انترنت لسيرفرات الالعاب دي او حتى تاجير سيرفرات لو هم عندهم سيرفرات، وكمان من اللاعبين الجداد اللي هينضموا لباقات الجيمنج بتاعتهم لو هم طبقوا باقات جيمنج، او حتى من الاشتراكات الجديده اللي هتجيلهم. جالنا قبل كده كومنت على فيديو جوجل خدعتنا من I'm coming 4 من المغرب، بتكلم فيه عن ان خدمة جوجل ستيديا مش هتكون ناجحة في الدول العربية بسبب البنج العالي وسرعات الانترنت الضعيفة، لان حتى بث مباشر بدقة 720 بيقطع، فان احنا نلعب كلاود جيمنج بدقة 4K و60 فريم حاجة من الحاجات المستحيلة بالنسبة لنا هنا في الشرق الاوسط بسبب سرعات الانترنت. احنا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناة اول مرة تشوفنا ريت تشوفنا تعمل سبسكرايب، لحد الفيديو اللي جاي سلام.